طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. إحنا اليوم محاضرة اللي هو مراجعة، أو خلينا نقول مناقشة للمواضيع السابقة اللي أنتم أخذتوها الأسبوع اللي فات. يعني أسبوع بعطيكم محاضرة وأسبوع بكون مناقشة. الآن في محاضرات الأسبوع اللي فات فيها أي سؤال، فيها أي استفسار؟ في حدا عنده أي مشاكل واجهته في تنزيل البرامج؟ لحد الآن بعرفش يطبق الأكواد البرمجية. طبعا في الأسبوع اللي فات كان في عندكم اللي هو المصفوفات، وكان في عندكم جمل التكرار اللي هي اللوب، اللي هي بأنواع الثلاثة المشهورة، اللي هي كانت الوايل الدو وايل الفور، وشفنا نوع جديد اللي هو اسمه الفور ايتش، اسمه الفور ايتش. طبعا هذه الفور ايتش كانت طريقة مختصرة لمين؟ للفور لوب، وكثير حنستعملها في شغلنا. حتلاقوا انه في شغلنا حنستعمل الفور ايتش بشكل كبير، صارت مشهورة كثير لأنها مختصرة والمبرمجين بيستعملوها بشكل كبير. بعدين شفنا جمل التحكم، إنه أتحكم في مجموعة من الجمل هل تنفذ أو لا بناء على شرط معين من خلال هو الـ if statement أو الـ else أو الـ else if. طبعا هذا كله كان شبيه في اللي أخذناه في البرامج السابقة، لغات البرمجة السابقة زي مقدمة البرمجة اللي هي C++، ولكن إحنا بنرجع نشوفها سريعا من خلال لغة الـ PHP، أو كيف نكتبها في الـ PHP، عشان بيختلف بعض الـ syntax أو طريقة كتابة الأكواد بتختلف شوية. بعدين شفنا المصفوفات، شفنا ثلاث أنواع من المصفوفات، اللي هي كانت عندي مصفوفات مفهرسة، وبعدين في عندي مصفوفات associative اللي هي مترابطة، وكان في عندي المصفوفات ثنائية الأبعاد أو مصفوفة داخل مصفوفة. كتير حنستعمل المصفوفات المترابطة، هذه الـ associative arrays كتير حنستعملها في شغلنا، لأنه إحنا اللي بنروح بنعرف الـ index. في بعض الطلاب طلبوا مني أنزل لهم محاضرات الـ HTML والـ CSS اللي درستوها أنتم في تصميم وبرمجة مواقع واحد الفصل السابق. طبعا هذه أنا درستها لشعبة الوسائط المتعددة تقريبا نفس المنهج تبعكم، بس انتم في الأخير أخذتم مقدمة PHP. هذه محاضرات مع المحاضرات المصورة، بإمكانكم إذا تحبوا ترجعوا لهم أو تستعملوهم كمرجع بالنسبة لكم. طبعا في الأسبوع هذا، إحنا الأسبوع الرابع نزلنا مجموعة من المحاضرات الجديدة. شفنا المعاملات، المقارنة والمنطق، هي الأكبر من الأصغر من، هل يساوي لا يساوي، المنطق اللي هي كانت الآن بالأور الإكس أور، هذه حاجة جديدة شفناها. شفنا الدوال، كيف أنا أنشئ دالة أيضا الأسبوع هذا، كيف أنشئ دالة، كيف طريقة التسمية تبعتها، كيف أبعت لها متغيرات تاخد القيمة وتشتغل عليها، كيف أخليها ترجع قيمة، وكيف أخليها في حاجة جديدة اللي هي نخلي الدالة تعدل على المتغيرات التي خارج الدالة، اللي هي بنسميها الكول باي ريفرنس، الاستدعاء بالإشارة مثلا. هذا كان موضوع الأسبوع هذا. طبعا المفترض هذول أنتم تراجعوهم عشان نراجعهم المحاضرة القادمة. وشفنا طبعا بدأنا في الدوال الجاهزة أو المضمنة، اللي هي إيش؟ دوال التاريخ والوقت، كيف نتعامل مع نطبع أو نقرأ تاريخ السيرفر الحالي أو تاريخ الجهاز الحالي، أو أنا أعطي له تاريخ نصي ويحوله إلى تاريخ. هذول هم الدالتين المهمات عندي بشكل كبير. الآن أنا أسئلتي راح تكون هنا، يعني المفروض أنتم جهزتوا الفصل هذا كله الأسبوع الثالث، اشتغلتوه كليته. في أي سؤال يا طالبات؟ صبايا، أنا بستنى منكم أسئلة. المحاضرة هذه بس محاضرة مناقشة. في حدا ما زبطش معه، ما اشتغلش معه أي كود، بس حدا يجاوبني رجاءً.
ايوه يا صبايا، كله شغال عندكم مفيش مشاكل؟ انا مش سامع صوت حد على فكرة. هل الصوت عندكم موجود ولا لا؟ يا بسمة، الأمور ماشية معاك؟ دينا، اسمها ريما. كله واضح يا دكتور، يعطيك العافية. جربتوه كله؟ أنا بهمني إنكم طبقتوا عملي، أنا طبقت عملي. لأنه هذه من أهم المواد اللي موجودة معكم، يعني تقريبا آخر مادة برمجة حتاخدوها أنتم. وعليها سوق العمل بيتطلب لغة البرمجة هذه اللي احنا بنتعلمها، واضح يا جماعة؟ يعني بيتطلب كتير. يعني لو رحتوا على صفحة ال خليني أشوف، يعني لو طلعتوا إنه هذه مجموعة فيسبوك لمبرمجين قطاع غزة بيطلبوا، يعني خلينا نشوف شو الوظائف اللي بيطلبوها. هذا جرافيك، هيو ايش طالب هنا؟ مبرمج بي اتش بي لارافيل على مشاريع، مطلوب 3 وظائف، يعني واحدة جرافيك، واحدة مسوق، واحدة ايش طالب؟ بي اتش بي لارافيل. طيب كمان لو اجينا طلعنا ارت ديزاين، هذا لاحظوا هنا شو طالب؟ طالب مبرمج توظيف فول ستاك. شو يعني فول ستاك هنا يا جماعة؟ يعني بده اياه HTML و CSS و جافا سكريبت، وبيشتغل بي اتش بي مع لارافيل كمان مثلا، يعني فرونت اند وباك اند. أي وظيفة ثانية؟ إيش طالبين هنا؟ بدهم دبلوم أو بكالوريوس، خبرة في مجال تطوير، بدهم بي اتش بي، بدهم لارافيل، بدهم سي اس اس، بدهم ماي اس كيو ال، في الجافا سكريبت والفي يو اس والجي كويري. يعني لاحظ البي اتش بي هي الأكثر طلبا في سوق العمل، يعني هذه من أهم المساقات اللي موجودة معكم يا جماعة، ركزوا فيها كثير، اشتغلوا عليها. هاي واحد تاني شو طالب؟ بده يشتغل على الفرونت اند، ويجد بس انا طالب اي بي اي لارافيل كمان، حاجة متقدمة شوية هم. مش موجودة معنا في الكورس. طلعوا هنا على كل الوظائف هذا، يعني هذا الموقع بدك اي تي مان، خليكم دائما شابكين عليه وشوفوا شو الوظائف اللي بطلبوها منكم. طيب انتوا عارفين انه الاسبوع هذا راح يكون في عندكم لحديت الاسبوع الثالث في امتحان، في امتحان قصير راح يكون نفس الامتحانات اللي كنا نعملها الفصل اللي فات على الموديل. حتفوت على الموديل لمدة 30 ثانية أو 40 ثانية أو دقيقة، وفي مجموعة أسئلة بدكم تجاوبوا عليها، يعني فقط لعند هنا لعند المصفوفات هذه. الآن الـ HTML والـ CSS ممكن أجيب لكم أسئلة عنهم، يعني بس مش هم الأساس تبعنا في الامتحان. يعني زي مثلا أخذنا مثال هنا، واحنا في جمل التكرار على ما اظن، انه نطبع البيانات في جدول. يعني الان الجدول هذا او التيبل انا بعرف انه انتم اخذتوه الفصل اللي فات، ممكن يجيكم مثال زي هيك. بعد انا مش هشرح التيبل كيف نبني التيبل من خلال ال HTML. كان في مثال معنا، في المصفوفات كان أتوقع،
هذا هو. الآن هذا كيف أنا طبعت البيانات تبعتي في الأول، في المثال الأول طبعتها بشكل عادي طباعة عادية، لكن لا الآن حنصير نطبعها في العمل الرسمي من خلال جداول بالطريقة هذه، عشان الجدول هذا أغير شكله أغير لونه بطريقة مناسبة. واضح؟ بعد المفترض أنكم تعرفوا الشغلات هذه، كيف نعمل تيبل، شو الخصائص تبعت التيبل، الحاجات هذه. فقط أنتم بدكم تعرفوها من خلال إيش اللي هو المساق السابق. طب خليني أسأل سؤال أنا هنا، إيش الفرق بين الـ array اللي هي المفهرسة والـ array المترابطة؟ في حدا بيعرف يا صبايا؟ في أخذنا نوعين من الـ array أو المصفوفات، في مصفوفة أخذناها اللي هي نسميها المصفوفة المفهرسة، وفي مصفوفة ثانية هيها اللي هي سميناها الاندكسد اري، وفي مصفوفة ترابطية اللي هي سميناها الاسوشيتيف اري. ايش الفرق بين هذه وبين هذه صبايا؟ في حدا بيعرف يعطيني الفرق بيناتهم؟ دكتور المفهرسة الاندكس اللي هي متغير له عدة قيم، أما الترابطية كل متغير له قيم صح؟ كل متغير له قيمة، وفي المفهرسة إيش هنا ملوش قيمة؟ لا كل متغير له عدة قيم في المفهرسة؟ المفهرسة. كيف يعني عدة قيم؟ هو مش هيك بالضبط، الفرق الأساسي بيناتهم هما التنين نفس الإشي، ولكن بيختلف وين يا جماعة؟ في الكي. الآن أي مصفوفة تحتوي على الفهرس والفاليو هيو بنسميه الكي، هذا الكي يعني وين الموقع تبعها، والفاليو هاي الخانتين الموجودة وين؟ في المصفوفة. الآن المصفوفة المفهرسة بقول لك أنا الكي هذا أو المفتاح هذا أنا بسميه، اللي هو إيش بيعطي له تسمية؟ صفر، واحد، اثنين، ثلاثة. طيب بينما في المصفوفة المترابطة أو الأسوشيتيف أري بقول لك الفهرس لا أنت سميه، يعني أنا ممكن أسمي أحمد، بي، سي، خليل، الرقم الجامعي تبع الطالب. طب والفاليو هنا حط البيانات اللي بدك إياها، اسمه، اسم عائلته، معدله توجيهي، معدله في الجامعة، كم مساق منزل، مع مين الأساتذة اللي منزل معهم، حط البيانات اللي بدك إياها هنا. واضح كيف؟ فهذا الآن الفرق بيناتهم الأساسي إنه هذه تحتوي على كي أو مفتاح من أرقام، ومين الأرقام اللي بيعطيها إياها أو التسلسل هذا اللي بياخده من وين؟ لحاله أوتوماتيك بيبدأ من صفر، بيبدأ يعد واحد اثنين ثلاثة أربعة. بينما الاسوشيتيف هنا لا، بقول لي انت المفتاح، لاحظوا الكي هنا انت بدك تعطيني اياه، انت اللي بدك تعطيني المفتاح هذا. وضحت الفكره؟ طيب احنا اخذنا دالتين للطباعه، في دالتين للطباعه برضه هنا شرحناهم في المصفوفات، واحده اسمها برنت ار، وفي واحده ثانيه اسمها الفار دم. مين يحكي لي شو الفرق بيناتهم؟ دكتور البرنت ار بتطبع جميع العناصر الكي والفاليو، اما الفاردم بتطبعهم مع نوع المتغير string او أيوه. ممتاز. الان التنين هم التنين بيطبعوا، يعني عندي البرنت ار والفاردم التنين بيطبعوا البيانات. هيو لاحظوا كيف، يعني قال لي الري العنصر الاول او الخانه الصفر فيها ايش؟ فيها ريد. الخانه واحد فيها جرين، الخانه اثنين فيها ايش؟ بلو. طبعا ليها بالطريقه هذه، هذا مين؟ البرنت. البرنت بقول لي انا بعطيك القيمه، يعني بعطيك الخانه وايش القيمه اللي موجوده فيها. لكن الفار دمب بيعطي نفس المعلومه بالاضافه الى نوع المتغير، يعني طلعوا هنا مثلا قلت له فار دمب لمين؟ للايه. اجى قال لي هذا من نوع انتجر والقيمه تبعته 32. طيب لو شفنا الري مثلا هنا، هذه المصفوفه نفس المثال اللي فوق، ايش قال لي؟ هذه الري مكونه من اربع عناصر، لكن طلعوا هنا، هل قال لي الري مكون من اربع عناصر؟ لا ما اعطانيش، قال لي هذه الري بس. طيب هنا شو اجى قال لي؟ قال لي الخانه الاولى نوعها انتجر وفيها القيمه قديش؟
فيها الانتجر 32. لا هو بيحكي عن الاري هذه. طيب بيحكي عن الاري هذه فيها اربع عناصر. هذه الاري هي اللي باللون البنفسجي، هي باللون البنفسجي فيها ثلاث عناصر، وقال لي العنصر صفر نوعه سترينج، وقديش فيه نوع سترينج وطوله ثلاث حروف. هي هل فعلا هذا طوله ثلاث حروف؟ واحد اثنين ثلاثة. ونوع ايش هذا؟ سترينج. اجى قال لي عندك الخانة وهي اعطاني كمان القيمة، كمان قال لي القيمة تبعته رد. يبقى هذه الفار دمب اعطتني معلومات اكثر، تعطيني كم عنصر موجود عندي وقديش طول البيانات اللي موجودة في السترينج وايش هي القيمة. واضح يا جماعة؟ بالطريقة هذه. يبقى التنين والتنين بنستعملهم لنفس الاستخدام، لطباعة البيانات والحصول على معلومات مقروءة عن مين؟ عن المتغيرات اللي موجودة عندي أو الأري اللي موجودين عندي. وضحت الفكرة كيف؟ بالطريقة هذه. طيب أنا بتمنى تحضروا المحاضرات الأسبوع الرابع هنا، يعني تقريبا كثير شغلات أخذتوها برضو، المعاملات والمقارنة، الدوال كيف انشأها، والدوال المضمنة يعني كيف بطبع التاريخ، كيف اتعامل مع التاريخ والوقت كمان، وكيف اطلع من التاريخ، لأن التاريخ كله كامل بيكون فيه تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة والدقائق. انا مثلا بدي شغلة معينة، تعلمنا كيف نطلعها من خلال الدوال الجاهزة المضمنة، يعني الدوال الجاهزة هذه هي بنسميها البلت ان. طبعا هنا عندكم هذه المحاضرات النظريه، محاضره نظري نظري نظري، هنا كله اخر هذول الاثنين هم المحاضرات العمليه، برجع بطبق عملي على المحاضرات هذه كلها. ماشي يا جماعه؟ انا هيك خلصت من عندي، اذا في اي سؤال اي استفسار انا جاهز. يعطيكم العافيه وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. هنعلن على الامتحان غالبا حيكون اخر الاسبوع، يعني جهزوا حالكم الثلاث الاربعاء زي هيك. دكتور يعطيك العافية. العافية. فيك تخلي الموعد على الساعة 10؟ على العشرة؟ هو على القديش؟ على التسعة؟ على التسعة. فيش عندكم شيء على العشرة؟ لا لا، لحد ما الناس الكل فاضي، ما فيش مشاكل؟ أظن إنه ما حدش عنده شيء. خلص الصبايا إذا في عندكم مشكلة على موعد العشرة احكوا لي عشان تغير الموعد. خلص الآن بغيره على العشرة، ما عندي مشكلة. يعطيك العافية. حيصير من العشرة لل11. ماشي؟ يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله. شكرا.